أفادت وكالة الأنباء السورية بدخول عدد من الحافلات إلى 3 بلدات جنوبية دمشق، وذلك تمهيدا لإجلاء الدفعة الرابعة من المسجلين وعائلاتهم إلى شمالي سوريا. كما ذكرت الوكالة أن الحافلات دخلت إلى بلدات ببيلا وبيت الفحم ويلدا في إطار الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين القادة المسلحين والحكومة السورية بإشراف روسي.